السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدين قناتنا وقناتكم حسنة شانيل. مرحبا بكم معايا اليوم في فيديو جديد ونهار جديد على القناة. ان شاء الله اليوم غادي نوجد معكم واحد الملوي معمر بالشحمة، كيجي رائع جدا، كيستحق تجربة. كيجي هكا مقرمش ومنفوخ ومحلول هكا من الوسط كيف ما كتشوفوا معايا في الصورة، كيجي رائع جدا هكا الكوتي. وندوزو خليكم مع المقادير ان شاء الله. عندي هنايا واحد زلافه ونص ديال الفرص، عندي واحد راس معلقه ديال الخميره، وعندي شويه ديال الملحه، وعندي الماء دافي باش غادي نجمع ان شاء الله العجينه ديالي. غادي هكا نجمعها نعجنها ندلكها شي شويه مزيان صافي، وغادي نديرها في بلاستيكه ونخليها على جنب. وندوز ان شاء الله باش نوجد معكم الحشوه اللي غادي ان شاء الله نعمر بها هاد الملوي ديالي. صافي هنا غادي خليت العجينه ديالي كترتاح، ودزت هنا خديت واحد الفلفله حمراء وفلفله خضراء. انا هنايا ما بغيتش ندير البصله، غادي ندير ان شاء الله الفلفله. وخديت واحد شويه ديال الشحمه ديال الكلوه وحكيتها هكا مزيان، ودرتهم حتى تشحروا ليا مزيان حتى طاحوا ديك الفلفله مع الشحمه. صافي وزدت هنايا العطريه كيف ما شفتوا معايا، درت شويه ديال الفلفله حمراء، شويه ديال الابزار، شويه ديال الكركم، زدت معايا واحد راس معلقه ديال الهريسه اختياريه، اللي بغى بحال هكا يديرها واللي ما بغاش ما يديرهاش، هي كتبقى هكا كتبنن. صافي وخليت حتى تشحر داكشي مزيان، عاد زدت شويه ديال القزبر ومعدنوس في الاخر. صافي وغادي ان شاء الله نطفي على هاد الحشوه ديالي ونخليها حتى تبرد ليا مزيان، عاد باش غادي ندوز نخدم بها هاد العجينه. كيف ما كتشوفوا معايا العجين جا رائع جدا. انا هاد المقادير اللي درت غادي ان شاء الله ندير بهم جوج ديال الملويات. كيف ما كتشوفوا معايا العجين تبارك الله فيه الفقاعات، وهذا كيجي هائل هاد العجين يعني ساهل. صافي هنايا غادي ناخذ شويه ديال الزيت باش ان شاء الله نستعن باش نسرح به العجينه ديالي كيف ما كتشوفوا معايا. صافي هنايا انا سرحت الملويه ديالي حتى كيولي باليا هكا سطح العمل باش تجينا مورقه. غادي ناخذ النص ديال هذوك المقادير اللي انا وجدتهم صافي، وغادي هكا ندهن العجينه ديالي كامله. صافي عاد غادي نتنيها على الشكل ديال المسمنه، عاد باش غادي ان شاء الله نعاود نشكلها على شكل الملويه. كتجي رائعه جدا جدا، كنتمنى ان شاء الله تجربوها، وكنتمنى اللي داز على هاد لا فيديو ما ينساش يخلي ليا شي بصيمه هكا ديالو وشي كومونتير. ومن اللي ما مشاركش معايا في القناه كنتمنى ان شاء الله يشارك ويتعاون معايا باش تطلع ليا القناه ديالي، فضلا وليس امرا. كنقول لكم اللي داز يخلي ليا هكا بصيمه، واللي ما مشاركش يشارك معايا في القناه. كنتمنى ان شاء الله نكون كنقدم لكم وصفات اللي تيعجبوكم ويكونوا في المتناول. صافي هنايا بعد ما لويت ليا هكا الملويات ديالي، صافي غطيتهم هكا وخليتهم ارتاحوا ليا شويه، عاد ان شاء الله باش غادي ندوز باش نخبزهم. كيجيو رائعين جدا وتيجيو هكا محلولين ومهوين من الوسط. صافي هنايا انا درت هكا المقله كتسخن، وغادي نغطي الملويه الاخرى ونبدا نسرح هاد الملويه ديالي باش نديرها ان شاء الله طيب. العجين جات تبارك الله رائع، واخا ما دلكتو حتى شي حاجه، انا غير عجنتو خلطتو شي شويه ودرتو هكا في بلاستيكه وخليتو العجينه هكا كتعجن راسها براسها. صافي غادي نسرح الملويه ديالي وندوز ان شاء الله باش نديرها طيب. كيجيو على هذا الشكل هذا، يعني ملويه بحجم عائلي. صافي هنايا درت هكا طيب، يعني دغيا تيوجدو يعني ما تياخذوش معاك وقت كثير، وتيجيو هكا هائلين ومقادير بساطين موجودين في كل بيت. يعني ما كايناش شي حاجه اللي غادي تخرجي باش تجيبيها من على برا ولا هذا اللي غتعكزك. صافي هنا انا كنطيب الملويات ديالي، غادي ان شاء الله نوجدهم
هكا الكوتي كيف ما كتشوفوا معايا انا قلب ساعتي كيجيو هكا مقرمشين، كيجيو هائلين جدا. وصافي هنايا كنكون وجدت المليويات ديالي وكنكون وصلت معكم النهاية ديال الفيديو. كيف ما كتشوفوا معايا المليويات جاو رائعين جدا، كنتمنى ان شاء الله تجربوهم وينالوا الاعجاب ديالكم، وكنضرب لكم موعد الفيديو القادم ان شاء الله.